أمر شديد الخطورة علينا، على النظام اللبناني وعلى الشعب اللبناني، وعندنا فوق المليون مهجر الآن من مختلف مناطق لبنان، وهناك مساعي جامعة عربية ودولية لإيقاف الحرب. نرجو خلال مدة قصيرة إن شاء الله أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار. الوضع بائس وسيء جدا، ويهدد النظام اللبناني كله بالانهيار. السبب في اندلاع الحرب أن حزب الله، وهو تنظيم مسلح في لبنان، أراد أن يساعد حماس في غزة، فهجم على إسرائيل، فردت إسرائيل بهذا الهجوم الساحق وهزمت الحزب، وما تزال تضربه ويضربها، ولكن إسرائيل متفوقة على الحزب لهذه الناحية، ولذلك اضطر ثلث الشعب اللبناني إلى الهجرة، إلى النزوح، إلى مغادرة مساكنه، وكما قلت بالوساطات العربية والدولية والأمريكية، وعندنا مبعوث أمريكي الآن. نرجو أن تتوقف هذه، أصل إلى وقف لإطلاق النار، ونحتاج إلى سنة. إذا توقف إطلاق النار الآن، نحتاج إلى عشرات السنين لإعادة الترميم وإعادة الإعمار وإعادة الناس إلى مساكنهم. يعني الشعب اللبناني شعب في منتهى المأساة الآن، كله بسبب أن الحزب أراد أن يساعد الفلسطينيين بأن يقاتل إسرائيل مثل ما يقاتلونها هم في غزة. غزة دمرت ولبنان يوشك أن يدمر، وهذا مؤسف جدا جدا جدا.